بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تحدثنا في المرة الماضية في خواتيم سورة مريم، نذكركم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ هي هذه خواتيم سورة مريم. مريم وختمت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كنا سابقا في درس سابق الآية 84 من سورة مريم برضو فسرناها، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إذن سبق برضو هذه الآية 84، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. القضية قضية حكمة ربانية، كيف تسير الأمور كيف تنتهي، بس الناس بيستعجلوا. لكن في سورة مريم، والآن نعرف يعني شو معنى مريم، أنه تنتهي سيجعل لهم الرحمن ودا، ثم تتكلم عن القوم اللي خصومتهم شديدة. واليوم انتم بتلاحظوا في خصومة زي شديدة زي خصومة أهل الكتاب في مواجهة الإسلام في عصرنا. والسورة سورة مريم، وأهل الكتاب إذا بتلاحظوا من بداية من معركة اليرموك لليوم، والخصومة في العقيدة والتفاصيل أشد ما يكون أهل الكتاب. لما منقول أهل الكتاب مرات الناس بتميزش، طب مين المقصود، يهود ولا النصارى ولا اثنين بعض مع بعض؟ وهو أنتم بتجدوا اليوم ومن زمان أنه النصارى يؤمنون بالكتاب المقدس، فتكتشف أنه الكتاب المقدس عهد جديد عهد قديم. طب إيش عهد القديم؟ ما يؤمن به اليهود، ثم زيادة الإنجيل وملحقاته. إذن هم في النهاية كلهم يهود بهالطريقة هاي، مش هيك؟ بيؤمنوا بالكتاب المقدس، بس بيجي الإنجيل طبعا، يعني بيجي الآن الجيل حتى الموجود اليوم بتظل يعني فيها أخلاقيات وفيها قيم، وفيهاش العنف الموجود في العهد القديم، بس بيؤمنوا بالعهد القديم هم برضو. طيب سورة مريم سورة 19، وهذا طبعا مع أنه سبق في بعض المسائل احنا لفتنا الانتباه لها، بس بدنا نركز اليوم شوي. السورة 19 سورة مريم، السورة اللي قبلها، ودائما بيكون في علاقة وطيدة بين السور لما بتكون متجاورة، في هذا ما يسمى بعلم التناسب، تناسب بين السور. السورة اللي قبلها الكهف، والسورة اللي قبلها الإسراء. السورة اللي قبلها الإسراء 17 الإسراء، 18 الكهف، 19 مريم. ثم نجد فيما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود صحابي كما تعرفون من القراء الكبار، من القراء الكبار ابن مسعود. ابن مسعود في حديث صحيح عنه جمع بين ثلاث سور هاي، الإسراء والكهف ومريم، جمعهن في حديث صحيح، ذكرهن أنهن من العتاق الأول، أو هي أول قضية. شو قال؟ من العتاق الأول ثلاثة هذول، وقال وهن من تلادي، وهن من تلادي، إذن بيذكرهن بتحبب. هو أولا
من العتاق الأول بده يقول إنه من الصور اللي نزلت من أوائل ما نزل والعتيقة. وطبعا هنا الصور الثلاث مكية، صور الثلاث مكية، بيكون أخذهن ابن مسعود في مكة، فبذكرهن من الأول، لكن جمعهن الثلاثة مع بعض. لاحظوا الأول، طب عتاق هو مش بس قديم، العتيق مش بس قديم، ولكن لما نقول قديم كأنه هو عتيق مكرم، كأنه عتيق مكرم. ولما هذا فيما يتعلق بنزولهن، وأخذهن هو من أوائل ما أخذ، فهو الآن بيعتز فيهن وبتكلم كأنه إلهن فضل في نفسه إنه أخذهن من أول ما أخذ وعتيقات. وإيش كمان؟ وهن من تلادي. طب ما هو التليد برضو قديم، التليد بكون، بس يبدو التليد مش بس قديم، وقديم تفتخر فيه وتفضله وترثه وترث الإيجابيات اللي في القديم. هذا القديم لما يقول في الأول هو ذكر إنهن من الصور الأوائل العتاق، بس طب وإنت بالنسبة إلك من تلادي اللي ورثهن قديما وعم بيتكلم عن فضلهن. كيف؟ لا ابن مسعود، لا مش نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب لافت للانتباه عندكم سورة الإسراء، وهذا سبق لفتنا انتباه له، سورة الإسراء السورة 17 أحداث الإسراء وين موجودة؟ في فلسطين. والسورة 19 مريم وين أحداثها؟ في فلسطين. وهذا لما جعلنا أنه في يوم من الأيام نتنبه إلى احتمال أن يكون الكهف في فلسطين، اللي هو سورة 18. سورة 18 فعلا، ويعني في بحث الآن من 100 صفحة تقريبا في هذه المسألة، وأنه احتمال كبير أن يكون الكهف فعلا هو في ساحات الأقصى، فيما يسمى بالكهف اللي تحت سورة تحت الصخرة، مكتوب في هذا الكلام. وعلى أي حال كل ما يقال عن الكهف في الأمم المختلفة في التاريخ القرآن قال لك شطب عليه، هذا من كثر ما هو مغرق في القدم صار فيه كلام كثير مش صحيح، بدليل لاحظوا قول القرآن ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني في موضوع أهل الكهف إياك تستفتي حدا منهم، ما فيش عندهم. وهذا برضو احنا بحثناه في كتاب آخر تحت عنوان لتعلموا عدد السنين والحساب 309، في الحديث حول هذا الرقم 300 سنين وازدادوا 9، وأن القضية قضية مغرقة في القدم، ومش بس قبل النصرانية وقبل اليهودية قصة الكهف. المهم أي ناس بدهم يقولوا أنه خارج فلسطين فيش دليل، لكن احنا بنقدم بعض الأدلة على أنه في فلسطين. فلاحظوا انه ثلاث صور هاي هي الحقيقة في فلسطين احداثها، ولاحظوا اسماءها. الاسراء فهذا الاسم له علاقة بمعجزة الاسراء، خارقة الاسراء، والكهف وله علاقة بمعجزة وخارقة الكهف، ومريم لانه هي المرأة المطهرة اللي حصل منها ان ولدت على خلاف قانون الزوجية، يعني خرق للقانون، إعجاز. هي أول قضية في التسميات، هون دير بالكم في فلسطين. التسمية الأولى الإسراء، طب الإسراء هي المعجزة والخارقة اللي حصلت وإلها علاقة بالأقصى. طيب والكهف، هينا قلنا برضو خارقة الكهف وفي فلسطين يبدو. ثم مريم مش عيسى، مريم، واذكر في الكتاب مريم. شو يعني واذكر في الكتاب مريم؟ يعني الكتاب اللي هو كتاب رب العالمين مريم تستحق ان تذكر فيه. سورة اسمها مريم، مش عيسى اسمها السورة، اسمها مريم، تمام. واحنا سبق تحدثنا في اكثر من جزء في قصتي
مريم واسم مريم وإيش معناه والمسائل هاي كلها تحدثنا في أكثر من جزء في قصة مريم. طيب ولاحظوا إنه الصور الثلاث، لاحظوا سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى بمين؟ بعبده. طيب الآن سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده. في سورة مريم كهف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثلاث. طيب سورة الإسراء هو المعجزة كانت في مسيرة ليلية وخفية، لأنه سبق قلنا إذا بتذكروا إنه الإسراء مش السير في الليل، السير في خفاء، ومش بس سير في خفاء كان وفي الليل. سبحان الذي أسرى بعبده كمان ليلا، أسرى لحالها بتكفي، أسرى لحالها بتكفي لتدل على السير في خفاء. ومنذكركم لما بينا هذا المعنى وقلنا مثلا لما نقول أمراض سارية لأنها تنتشر بخفاء، تنتشر بخفاء مش تنتشر بالليل، إنما هنا هذه وكانت الخارقة في هذه المسيرة، ونكتشف في النهاية، نكتشف في النهاية لنريه. إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لنريه، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم ما هي لها علاقة بالمعراج، هون لنريه من آياتنا، وهناك لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لنريه من آياتنا. ما هو برضو في المعراج القضية نفسها. يا شيخ والمعراج نفسها. إذن هون المسيرة الخفية ليلا، وكشف للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما كشف مستقبل الأمة. وهي أصلا الصورة تتكلم بضمن ما تتكلم عن نبوءة تتعلق بمستقبل بعد 1400 سنة من نزول القرآن، اللي هو واقعنا الحالي، واقعنا الحالي. وحتى لما تحدثت السورة، وهي تسمى على فكرة سورة بني إسرائيل كمان، سورة بني إسرائيل، لأنها إذن هي تتعلق بموضوع بني إسرائيل برضو. ما هي بمجرد ما انتهت الآية الأولى شو بيجي في الآية الثانية؟ وأتينا موسى الكتاب، الثالثة وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. والعجيب إنه يتم الكلام في وعد الآخرة في بداية السورة وفي نهاية السورة، حتى أنت يعني تنتبه إنه السورة كلها لها علاقة بموضوع وعد الآخرة، وإلا يكرر وعد الآخرة في بداية السورة ونهايتها ليش؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وكنت قرأت زمان قديم لبعض علماء الأمة، بس الآن المقال قديم ما أستطيع أتذكر وين. الغريب أنه تكلم من آيات سورة الإسراء عن عناصر قيام الدولة الإسلامية القادمة، أخذ منها 16 عنصر كأنه في مقال، لكن هذا المقال الآن من القراءات القديمة. شوف استشف من الآيات اللي بين الأولى والثانية وقبل، عناصر قيام الدولة الإسلامية. طيب سورة الإسراء طبعا بتنتهي بالآية اللي هي يعني يقال أنها آية العز، وإن كان الحديث يعني لم يصح، وإن كان يعني ها ضعفه يسير، آية العز، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرة. نرجع لها إن شاء الله هاي الآية. ثم تدخل سورة الكهف، الآن لاحظوا آخر آية، وكل الحمد لله، سورة الكهف إيش؟ الحمد لله. بس بدي ننتبه
انه بدأت سورة الإسراء سبحان وانتهت بالحمد والتكبير، سبحان والحمد والتكبير، ما هو أصلا التسبيح يكون بالحمد، ومن بين علاقة التسبيح بالحمد، وإحنا سبق بينا بس جيد نلفت الانتباه إنه هو أصلا التسبيح يكون بالحمد، فسبح بحمد، فسبح بحمد، تبدأ بالتسبيح وتنتهي بالحمد والتكبير. الحمد والتكبير يثنى على الخالق. إيش حصل بين التنتين؟ إيش حصل بين الفاتحة والنهاية وهي تتحدث عن رؤية مستقبلية؟ وسبق لما فسرنا الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة أيضا هي رؤية تتعلق بمستقبل على فكرة، وكان في بعض الدروس حول الشجرة الملعونة اللي وردت في سورة الإسراء. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، وفسرناها، وهي لها علاقة بواقعكم. على كل في درس فيها، وبعدين في كتاب سياحة الفكر موجود يعني شوية صفحات مطولة شوية في شرح الآيات، وكونها تتكلم في الواقع المعاصر كيف مش وقته. طيب فلسطين والقضية، طب ما هي فلسطين مقدسة ومباركة، والقدسية اللي هو القدس اللي هو الطهر، والبركة برضو ثبات الخير الإلهي في هذه الأرض، فالبركة والقدسية وظيفة، وظيفة لهذه الأرض عبر التاريخ كله إلى يوم القيامة، وظيفة فيها تحدث الأمور العظام لصالح البشرية. الأرض التي باركنا فيها للعالمين، صدفة هو صدفة إذا أخذنا المعارك الفاصلة في تاريخ الأمة تكون في فلسطين، ابتداء من اليرموك تقريبا اللي هو على حدود فلسطين، بس هذه الحدود الجديدة هي اللي أطلعت اليرموك، اليرموك وحطين وهزيمة في عين جالوت التتار ونابليون واللي موجودين اليوم هذول هون، مش راح يختلف القانون عن الماضي. ثم يا سبحان الله آخر عاصمة هون يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، الحديث الصحيح في سنن أبي داود، تنزل هون. وغريب موضوع الدجال إنه بيزحف لهون مشان ينتهي أمره هون، ومين كمان؟ وبينزل المسيح هون، ما هو كان المسيح هون، ويقتل الدجال ويقيم العدل في الأرض، ويأجوج ومأجوج بيزحفوا هون. إيش الصدف هاي؟ كله هون هون. بس دير بالكم هذه القضية اللي بتحرك الأمة دائما وبتغير، وانتبهوا اليوم، ابدوا راكبوا اليوم. ليش بقول اليوم؟ اليوم لأنه راح تلاحظوا متغيرات تستغربوا، سريعة سريعة ثم وين كنا، وهي بصير في إشي مفاجآت جديد. كنا نتوقع إنه الأمة نامت، شو اللي بصير قاعد حيث لا نتوقع، وكمان بيجيكم حيث لا تتوقعون، والأمور بصير سريعة 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 سريعة. هذه أرض مباركة مقدسة، وهي على فكرة اللي بتحرك كل شيء، وهي وقد ما يتآمروا عليها، مش بقولوا في بدايتها صفقة قرن، وقلنا لكم مش بدناش نتحدث في صفقة القرن أصلا، ونقعد نفصل ونحلل ونركض وراء الرئيس هذا ولا هذا، قلنا لكم هذه قضية أصلا شو ما تكون مش رح تزبط، وخلصنا من الموضوع، شطبوا عليها. هذه الأرض لها وظيفة وهي مقدسة مباركة، وانسوا إنه حدا يقدر يحلها غلط، ما فيش مجال. وهي بتموت صفقة القرن، قاعدين كل يوم الثاني بماطلوا فيها وكلام، وحتى ما كانوش قايلين شيء بالضبط. طيب مهم، كل يوم الثاني بتتفاجئوا مش عم تفهموا هالمتغيرات، شو قصة المتغيرات هاي؟ بعدين ليش سريعة بهالطريقة هاي؟ ليش سريعة بهالطريقة هاي؟ تدخل سورة الكهف برضو كمان معجزة، وكمان هون في فلسطين. وإيش معجزة؟ إشي غريب، إشي غريب.
فتية بلجأوا لكهف. وإيش الكهف بيعني؟ إذا كان هناك بتعني هذه المسيرة اللي هي مسيرة في الليل وخفية، خفية وفي الليل، ثم ينكشف مستقبل ومستقبل الأمة، وكأنه بقول لك المستقبل في عالمية الإسلام الثانية كيف بدها تكون، تمام؟ ثم هون فتية بلجأوا لكهف، تصوروا 309 سنة والأحداث في الخارج، والأحداث في الخارج ماشية 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 ماشية، لما بفيقوا وإذا كل شيء متغير، إذا كل شيء متغير بعد ما كانوا مطاردين، وإذا بهم الناس تبحث عنهم وبتقدرهم، وما كان لهم مش دور، هم فقط نجوا بدينهم وأراد الله هذه المعجزة أن تكون. وفي قضية كنت سابق ذاكرها وجيد إنه هون نذكرها، تشوفوا القدر الرباني، القدر الرباني، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. إيش الوضعية؟ من آيات الله. وضعية شو؟ وضعية الكهف من آيات الله. ليش هو الكهف من وين؟ ما هو الكهف بجزء له ملايين السنين، لما تشكلت الأرض، يعني لما تشكلت الأرض، يعني قبل ما يوجد الإنسان وقبل ما يكون في فتية، الله سبحانه وتعالى بحكمته وضع الكهف بوضعية من أجل أن تخدم هذه الوضعية، دعاء إلى الله، فتية يهربوا بدينهم، بعد لهم الكهف قبل ملايين السنين. أنتم عم تنتبهوا؟ ذلك من آيات الله. انتبهوا أنتم وين موجودين، والناس مش عم تفهم شو فلسطين يعني، وإيش يعني، كيف اللي بتحرك، وليش مش عم بتموت القضية، تبقى طازة، تبقى طازة زي ما بقولوا فرش الإنجليز بقول. طيب المهم، ذلك من آيات الله، الوضعية، الوضعية من آيات الله، مش عم بتكلم عن وضعية الآن الشباب، لا، عم بتكلم أول شيء عن وضعية الكهف، وبقول لك ذلك من آيات الله، محسوب حسابهم من ملايين السنين والأرض تتكون وتتشكل، محسوب حساب المؤمنين وحملة الدعوة في كل زمان، محسوب حسابهم. ها، دير بالكم، هذا اللي بيأسوا، شيء عجيب، شيء عجيب، انه يأس الذي يركن الى الرب الى ركن شديد. كيف بده يأس هذا اللي بيركن الى ركن شديد؟ طب والحرب هذه؟ طب ما هي كل حروب، كان هايو الفتية، ولكن العبرة بالمآلات. شوفوا المعجزة، اذا نركز هون، التركيز كان على لما سميت السورة بالطريقة نفسها، اذا هناك سميت الاسراء العلاقة بالمعجزة، هون سميت الكهف العلاقة بالمعجزة، وفي سورة الكهف في موسى، قبل شوي في بني إسرائيل وفسادهم الثاني بنتهي، وعد الآخرة بنتهي، وبعد هيك مشاكل البشرية في تآمر هذول الناس وماسونيات ومش ماسونيات، يبدو يوضع له حد، وتتحرر البشرية من سلطة مؤامرات ماسونية تحتانية، وفلسطين هي اللي بتوضع الحد. طيب شوفوا الرمزية الآن، في سورة الكهف وفي قصة موسى، قصة موسى. طب ما قبل شوي خلصنا من موضوع، شوف احنا قلنا فلسطين كمان، في موسى، والعجيب انه في موسى فيش بني اسرائيل. طيب قلنا كيف بده يكون في بني اسرائيل وانت خلصنا منهم في سورة الاسراء، خلصنا منهم في وعد الاخرة في سورة الاسراء، ما عادش في بني اسرائيل، في الان ليش يذكر موسى ويذكر بني اسرائيل؟ في الان موسى، والعجيب نبي ورسول، والآن يذكر في هذه السورة تابع مش متبوع، يذكر تابع، ويقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا، هل أتبعك؟ نبي يتبع وين؟ ما شفناهاش نبي يتبع هون. شو معناها؟ في موسى فيش بني إسرائيل، في موسى تابع. إيش يعني؟ أيوة، يعني يا بني إسرائيل تواضعوا الآن، هاي موسى طالب الحق متواضع يتعلم عند خضر اللي هو مختلف فيه نبي ولا مش نبي، لكن واضح انه نبي، لانه وما فعلته عن أمري، مش مع كل الأفعال كلها اللي فعلها، وما وقال له موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة،
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يعني أنا متأكد أنك مش هتصبر لأنك راح تشوف الإشي اللي ما يعجبك، كيف بدك تصبر أنت؟ وبعدين كله في النهاية لما يكشف وما فعلته عن أمري، يكشف إيش؟ يكشف إيش؟ هون لاحظوا حتى في سبحان الله في قضية موسى بالذات، هون المتعلم تكشف عن طريق النبي الذي أصبح تابع مش متبوع، وتكشف له أسرار. يمدي اكتشف في النهاية انه الناس احيانا في تقديرها للحوادث وما يحصل لا تدرك حكمة الرب الجليلة، فتبادر الى الحكم على المسائل سلبيا. شوف حكم سلبيا على قضية خرق السفينة، حكم سلبيا على قتل الطفل، ليس الطفل على فكرة، الغلام، ليس طفل، الغلام، وحكم سلبيا على شيء ظاهره كمان خير لو شئت لاتخذت. شو اللي بتشتغله؟ كان احنا جوعانين، كان لما تبنيه ثم تتكشف اسرار. ولذلك انتم مش عم تفهموا اليوم، بتشوفوا اشي، بتشوفوا طغاة على عروش، شو الحكمة هذول في وجود هذول الطغاة؟ وهي اللي خرب بيتهم، كل ما الطغاة يعني كل ما بالهم بكونوا وقحين، وكل ما بالهم تظهر سفالاتهم اكثر، وكل ما اوف شو اللي بصير قاعد على غير العادة. ايوه ما انتم مش فاهمين، انتم مش فاهمين وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ اذا ما عندكش خبرة بحقيقة حكمة الرب، وكيف بدها تنتهي الامور، وكيف بده ينهي الباطل، وكيف بده يصعد الحق، وكيف بدها تعود يعود الاسلام لعالميته، لازم تشوف هالشوفات، لازم تشوف هالشوفات. في قصة الكهف أيوة موسى، وكشفت لك حقائق. إذن أنت يا بشر حكمتك وعلمك بيجعلك تحكم. ولذلك مش كثير قاعدين في ناس لما بنتكلم معهم الحقيقة اليوم بظنوا إنه إحنا يعني بنقصد نعطيهم معنويات، لا إحنا دائما نقصد إن نفسر القرآن ونبين حقائق التاريخ حتى اللي بيبرزها القرآن وحقائق المجتمعات البشرية. وليش؟ والمسلم أصلا يطلب منه دائما أن يكون مبشر بالدرجة الأولى. ولاحظوا نهاية سورة مريم اللي فسرناها الدرس، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. أولا هذول تبشر، يبشر، هي البشرة. وليش شو انتهت سورة الإسراء؟ ما هو سورة الإسراء برضو نهايتها في التبشير، في التبشير برضو، لا برضو فيما بعد اللي هو وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا برضو. طيب قصة الكهف، على كل قصة الكهف تنتهي، هي في عدة قصص، عفوا عندك عدة قصص في سورة الكهف، خصوصا أربعة بارزات منهن الكهف ومنهن قصة موسى مع الخضر. والخضر على فكرة احنا سبق شرحنا، يبدو انه الخضر كان عند طبرية وبينا الأدلة وقتها عند طبرية لما صارت مع القصة، ولما رجع موسى قصص يقص وجد الخضر مسجى يعني مغطى بثوب عند الصخرة، فقال السلام عليكم، فرد كشف عن وجهه الخضر، وهذا حديث صحيح، وقال أنا بأرض السلام، أنا بأرضك السلام، يعني هذه أرض لها وظيفة، يفهموا وين كاينين في المسألة. وموسى على فكرة منع من دخول فلسطين، وحتى اليهود بيقولوا منع هو وهارون، بس قولهم هم انه منع قال يعني عقوبة لهم، وهذا كلام من اللي بيخترعوه هم لانه عندهم خرافات كثير، ولكن هو لم يسمح لموسى عليه السلام، شوف الحكمة، لم يسمح لموسى ان يدخل فلسطين، وتوفي قريب من فلسطين كما جاء في الاحاديث الصحيحة صحيحة كثيرة، انه طلب من الله ان يقرب من الارض المقدسة رمية بحجر، اللي هي فلسطين يعني، رمية بحجر، واستجاب له الله سبحانه وتعالى قربه فمات على مشارفها الارض المقدسة، هي الارض المقدسة اللي هي قال لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم يعني ان تدخلوها، تمام. وطبعا وقتها انتم بتعرفوا القصة، هم تقاعسوا وصار فيما بعد التيه،
التيه. طيب وشوف الحكمة الآن، وهارون كمان ما دخلهاش، يعني موسى وهارون ما دخلوهاش الأرض المقدسة، وكان حابب أنه يموت موسى عليه السلام قريب منها، أنه مش والله تمنى على الله أن يدخلوا الأرض المقدسة فيموت فيها، لا يقربوا بس إلها، لأنه بيعرف أنه هو ممنوع لحكمة ربانية. أنتوا فكروا في هذه الحكمة وشوفوا الأحداث. تمام، هم بزعموا طبعا أنهم أتباع موسى، وين هم وين موسى؟ موسى عليه السلام لو قام من قبره لقاتلهم. أنه موسى ما هو تبرع منهم أصلا، مش في القرآن وبس، لا أملك إلا نفسي وأخي، وتبرع منهم في التوراة كما في العهد القديم موجود. وموسى وأصلا حتى عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. تصور يقول لك داود ملك اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كمان هاي الخاتمة كمان عيسى. ها طيب، أثرية الإسراء لها علاقة بأهل الكتاب، وأثرية الكهف لها علاقة، وهي موسى، ولكن تنتهي سورة الكهف على فكرة، تنتهي نهاية جميلة برجل يجوب الآفاق، مصلح في الأرض، له قوة وله سلطة وله نفوذ. ها اللي هو مين؟ ذي القرنين. شو بترمز؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في آخر سورة مريم اللي بعد، عفوا وليس قبل، قلنا قبل مشانكم بعد. ها ودا ايش هالنهاية هاي؟ ايه معناته راح يجي. هون بعض الناس قال لك ممكن هذا برضو، مع انها قصة قديمة قضية ذو القرنين، انه يرمز ايضا لعودة الاسلام المشرف على صلاح الامم. ما هو لاحظوا هو شو كان عمله ذو القرنين، يبدو انه كان له موسى النبي يعني مشرف معاه، يستشير نبي وتفاصيل ورجل صالح، ولكن اذا بتلاحظوا دوره في الامم بالارض واصلاح الامم في الارض، ولذلك بعض الناس شبهوا بالمهدي او شبه المهدي فيه، انه تنتهي سورة ايش؟ الكهف. ثم تأتي الآن سورة مريم، ان هذول ثلاثة وراء بعض. سورة مريم اللي فيها برضو لاحظوا مريم، والمعجزة اصلا متمثلة في ايش؟ في كيف قصة مريم نفسها، ابتداء من قضية أنى لك هذا، قالت هو مستغربين، يعني كانت معجزات معه، والملائكة كانت تناديها وتبشرها والتفاصيل كلها. إذن مريم امرأة، تمام، وطهرها واصطفاها على نساء العالمين، تمام. طيب قصة عيسى، ليش هو عيسى لمين؟ وبده ينزل يوم القيامة ليش؟ شوف النزول الآن، وهو إذا كان المهدي بيجي في آخر الزمان ويشابه ذو القرنين في إقامة العدل وإصلاح الأمم، طيب ما هو بعدين بده ينزل المسيح. أجت السورة اللي بعدها مريم، وفي الأخير انتهت مريم تبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود إيش؟ يكتسح الأرض، ود يكتسح الأرض. هذول ثلاث صور اللي إيش؟ طب وفي المقابل هو القوم اللد هذول اللي هم أشد الناس خصومة للإسلام، بسيطة، إذا بيبقوا على ما هم عليه، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة؟ يعني بصير زي اللي صار. بتعود لا تسمع، وإحنا فسرنا إيش تسمع لهم رجزة. هذول الثلاث على فكرة اللي في فلسطين الأرض المقدسة المباركة، ثلاث، واللي ابن مسعود كان يذكرهن بتحبب بجمعهن مع بعض. تمام، نيجي الآن شوية في آخر آية من سورة الإسراء اللي هي الأول سورة فيهن، واللي تتكلم
عن عن اللي هي سورة الوعد واللي هو له علاقة بواقعنا اليوم. وإحنا سبق تذكروا للي مش بيعرفش يعرف إنه في عندنا 8 دروس في نظرات في فواتح سورة الإسراء وتفسير النبوءة، 8 دروس موجودات، والتاسع فيهن مشان يضم إلهن تكتمل الصورة اللي هو تحت عنوان وعد الآخرة. ليش طبعا هذا التاسع أجا؟ لأنه فواتح سورة الإسراء احتاجت 8 دروس، وآخر آية في وعد الآخرة في أواخر سورة الإسراء احتاجت لدرس وعد الآخرة، بصير تكامل، لأنه وعد الآخرة مذكور مرتين، ولم يرد وعد الآخرة في القرآن إلا مرتين، في سورة الإسراء هاي وفي الموضوع بني إسرائيل والوعد الثاني اللي هو أنتم بتعيشوا، واحمدوا الله إنكم عايشين وعد الآخرة، وزي ما قلنا فتحوا عينيكم وشوفوا سنن الله في البطش بالطغاة وتغيير ونهضة الشعوب، وشوفوا الصراع اللي بصير دائما لما تشوفوا انه الصراع احتد معناته خلاص اقترب. اذا شفت الصراع احتد معناته زي ما قالوا في حديث قدسي بغض النظر صحيح او لا، الان ما قلتش انه صحيح وان كان بيرتب، يا ابن ادم حرك يدك انزل الرزق عليك، يعني ايش بدك تحرك، يعني المعنى صحيح في النهاية، تحرك تحرك، انت قوم بواجبك، قوم بواجبك وتحرك. كيف ذو القرنين تحرك ولا متحركش؟ وكان يعد الأسباب ثم أتبع سببه. شو يعني أتبع سبب؟ على فكرة كان عارف وين، أول شيء هدفه محدد، شوفوها بيعرف وين رايح، هدفه محدد، يتخذ الوسائل يعني كل الوسائل الموصلة للهدف، ويعد العدة كاملة الموصلة للهدف وتحقيق الهدف، وكررها القرآن 3 مرات في قضية ذو القرنين. وكيف أشرف على تقريبا حل مشاكل 4 أمم، أمة أمة وأمتين، واحدة بتعتدي على الثانية، مش هيك؟ كل أمة عاملها بطريقة حسب وين واصلة هي. طب مين هذا اللي ممكن يجي بيشبهه وله إشراف على أمم في الأرض؟ هذه نهاية سورة إيش؟ الكهف. اللي بعدها له علاقة بموسى بعيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام له دور كله في فلسطين. طيب نرجع آخر الآية الأخيرة في سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. طب هذه فيها تعريض، تعريض اليوم، مين يعني أكثر ناس بيقولوا الله اتخذ ولد اليوم؟ أهل الكتاب. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هو أصلا حتى في بداية الكهف اللي بعدها، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، شوفها سورة الكهف اللي بعدها مباشرة في فواتحها، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. شو ليش هو كل الصراع مع هذول، مع في موضوع فلسطين كمان، مع هذول اللي قالوا اتخذ الله ولدا، واللي انت بتظنوا اليهود، يعني اليهود اليهود بتظنوا اليهود اليهود في القصة، اليهود ولا لهم قيمة في هذا الباب، اليهود أصلا وظفوا واستخدموا من قبل، وكلهم أهل الكتاب سواء كان اليهود أو من وراءهم وصنعهم. وأصلا حتى في 48 انت بتكتشف اللي صنع اليهود 2 بريطانيا البروتستانتية وأمريكا البروتستانتية، لما بتدرس تمام وتشوف شو دورهم، شو في أمريكا كان ترومان، على فكرة ترومان كان الرئيس الأمريكي صهيوني، وما في صهيونية مسيحية، وحييم وايزمان أول رئيس دولة لإسرائيل، أول رئيس دولة لإسرائيل، مش رئيس وزراء، أول رئيس دولة حييم وايزمان، بقول في مذكراته طلبنا من ترومان انه يكون لنا نص النقب، طلبنا من ترومان انه يكون لنا نصف النقب، هذا مطامع اليهود كانت انه النقب مناصفة بين العرب وبين ايش، فقال ترومان ليش نص كل النقب، الرئيس الامريكي ترومان. هذا كلام وين موجود؟ في مذكرات حييم وايزمان، بقول لك احنا كل اهدافنا بدنا نص النقب، ترومان قال ليش نص؟ قال ليش نص؟ كله. بتبعث رسالة من
إلى ترومان بيقولوا له العرب يعني بيقولوا له بالله ليننا اليهود لين اليهود. رد عليهم برسالة بس مش وقت هاي التفصيلات بعدين. رد عليهم ترومان برسالة قال لهم لا انتوا استجيبوا لليهود بعدين انا بمنعهم فيما بعد انهم يزيدوها بس مطالبهم استجيبوا. وعلمكم معظم مطالب اليهود اخذوها بعد ما انتهت حرب 48 معظم مطالبهم اخذوها في 49 اللي ما بتعرفوهاش انتوا اللي ما بتعرفوهوش انه بتظنوا انه لما صارت الهدنة الثانية وخلص الحرب وكل شيء انه وقفت كل الجيوش عند حدودها انه خلاص اليهود ملكوا الشيء اللي تحت رجلهم. لا معظم ما اخذوه في 49 اخذوا النقب معظمه في 49 واخذوا المثلث اللي هو قريب من نصف مليون دونم في 49 تفاصيل عجيبة في قضية اللي اخذوه بدون حرب ومش وقته. وعلى فكرة اللد والرملة وما حولهم من قرى واخذت بالتسليم تسليم كله تسليم. على فكرة لما صارت الهدنة الاولى بطلع على الخارطة على فكرة خارطة الهدنة الاولى فيش شي اسرائيل الا كم بقعة هيك كانوا العرب يعني مكتسحين كله. شو اللي صار مش وقته الان احنا الان خلينا في الآية. بده شي يصير بعدين بده يصير طيب وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هذا بأشر لمين وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نشوف بعض الألفاظ بس ايش هاي ولم يكن له ولي من الذل. في بداية سورة الإسراء شوفوا النصيحة شوفوا النصيحة في بداية سورة الإسراء وآتينا موسى الكتاب بعد سبحان الذي أسرى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل طيب ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وهذا على فكرة تصوروا من بالكل كل النصائح اللي في التوراة أبرز سبحانه وتعالى أني ديروا بالكم انتبهوا وهذا مشانكم انتوا كمان انتبهوا برضو مشان احنا لانه غلطة اهل الكتاب غلطاتهم التاريخية مشان المسلمين يستفيدوا منها تمام. كمان مرة واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل طيب ابرز هداية ايش ابرزها هون الا تتخذوا من دوني وكيلا انصحكم حتفهم دائما بمخالفة هذه الوصية إياكم تتوكلوا على غيري هنسوا البشر هيك بكلهم ولذلك في واحد اسمه إسرائيل شحاك هذا في الأخير ترك إسرائيل وقال لهم انسوا انتوا وماتوا على أي حال وإلو يعني بيكشف كثير من مساوئهم إسرائيل شحاك هذا بقول أصلا يعني من ضمن ما بقول في بعض كتبه بقول طب هم المسلمين كانوا طول عمرهم هم اللي يحموا اليهود لما اليهود يضطهدوا من قبل النصارى يهربوا لعند المسلمين والمسلمين اللي استقبلوهم والمسلمين اللي كذا والمسلمين وكان غلطتهم اصلا دائما ويبدو انه خلط بينه وبين كتاب ثاني كمان بقول انه غلطتهم اللي عم تتكرر عبر التاريخ انه دائما بتحالفوا مع الطغاة وبتحالفوا مع القوى المسيطرة فلما الناس بتقوم على الطغاة او هالقوى المسيطرة هاي بتشلحهم يعني بتخذلهم بتصير مذابحهم. والقرآن شو بقول لهم الا تتخذوا من دوني وكيلا ديروا بالكم وبيغلطوا. هالكت وين حاطين هم هالكت حاطين كل يعني اوروبا على فكرة بدأت تشلحهم لعلمكم وبدوا يشعروا انه اوروبا معادية. طيب ما هي اوروبا اللي اوجدتهم يعني قصدي بريطانيا بالدرجة الاولى بريطانيا ودعموهم كل هالسنين. شو القصة الان بدوا على فكرة اليهودي يقول لك ليش هذول بعادونا
مش فاهمين هم قانون الله في التاريخ. انت بتعتمد على كمثل الشيطاني اذ قال، هي في سورة الحشر على فكرة، والكلام عن اليهود في سورة الحشر والكلام عن اليهود، كمثل الشيطاني اذ قال الانسان اكفر فلما كفر، يعني رد عليه، شو قال؟ قال اني بريء منك. هذه راح تشوفوها، اني بريء منك. رأيكم بتشوفوا هذا الترام كل يوم والثاني بنط نطة تستغربوا، بيخذل جماعته وبيخذل كذا، وحتى اللي بيقولوا له احنا بنحبك وبنحالفك وبندفع لك بظل يهين فيهم. شو هالكلام يا اخي؟ شو شيء لا يتصور عقل؟ كيف بيصير؟ الله بيسر. الله بيسر. مثل ترامب ومثل جونسون تبع بريطانيا، اخرى اثنين شوفوا، اخرى اثنين زي بعض، يا سبحان الله. هذول وهذول مستعدين يشلحوك. شو القصه؟ وبيبيعوا وبيشتروا. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا راح تشوفوه، هذا راح تشوفوه، إني بريء منك. لذلك بعض الناس كان قال كيف بدها تصير الشغلة؟ كيف بدها تصير؟ اليهود شاعرين كيف بدها تصير وعارفين. الآن في الولايات المتحدة في بين المثقفين وفي الجامعات اتجاهات قوية حول رفض إسرائيل وسياساتها كلها هاي، وهم براقبوا وقلقين. الامور بتفاجئكم انتم كمان. من اول يوم قال لهم الا تتخذوا من دوني وكيلا، بعدين ايش المهم في اخرها؟ وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. طيب احنا سبق طبعا قل هو الله احد فسرناها قبل دروس، لم يلد ولم يولد، وبينا في قضية الولد. ما هو عفوا، هو أصلا الشرك بالولد أكبر إشي، لأنه أنت لما تقول ولد، أنت لما تقول ولد معناته ناتج عن الذات. شو يعني ناتج عن الذات؟ يعني بيحمل صفات، وكمان يعني هذا أكبر شريك هيك الولد. هذا الولد على فكرة أكبر شريك لما تقول ولد. يعني ممكن بعض الأمم جعلت شركاء في أشياء أضعف من هيك، أما ولد يعني ناتج منه، يعني بيحمل صفاته وجيناته كمان بطريقة البشر. شو هذا؟ هذا أكبر شرك قضية ولد. وهو اللي قالوا بوحدة الوجود والتفاصيل هاي كلها، وتصوروا أن ما يخرج من قدرة الله، وهذا تحدثنا فيه، أنه يعني من ذات الله. لا، احنا فرقنا بين ما يخرج من ذاتك وبين ما يخرج بقدرتك. لما فسرنا قل هو الله أحد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذا برضو هاي فيها إشارة لإشي ثاني غير قضية التعريض فيهم، وإنه هذا معناته بده ينتهي نصر، ولا ليش وأكبره تكبيرا؟ بده ينتهي نصر له علاقة باللي بيقولوا الله له ولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. مين قال إنه له ولد مدح؟ أنت بتمدحه او تحمده، عفكا انت بتحمده انه ليس له ولد. وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. اذا هو مش مدح يقولوا له ولد، هذا مش مدح، هذا نقص، هذا حاجة، مش هيك؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. برضو كونه انه شريك، بدكم الأمم على فكرة اخترعت شركاء كثير، وكأنهم قال بيساعدوا وكأنهم واسطة، حتى الشيعة على فكرة بيجعلوا علي وغيره شريك، إلى درجة بيعطوه كل سلطات الكون. مش قلنا الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية والأئمة عندنا، يعني اللي هو علي واللي يجوا من نسله الأئمة، وللأئمة عندنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وتخضع لإرادتهم ذرات الكون. مش هنشوه بدهم يساعدوه. شريك في الملك، هذا مش مدح، هذا مش مدح. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي، لا له اولياء. دققوا معي، لا هون له اولياء، انتم اولياء ان شاء الله، انتم اولياءه، ولكن اولياء ايش؟ الاولياء اللي بيختارهم هو، بحبهم وبيختارهم وبيجعلهم مقربين وأولياء له. طيب الناس بتتخذ الأولياء ليش؟ الناس إذا الناس
الناس بتتخذ الأولياء مشان تتقوى فيهم، الناس بتتخذ الأولياء مشان ما يذلوش، مشان يعتزوا فيهم، الناس بتتخذ أولياء مشان يعتزوا، الناس بتتخذ أولياء مشان ما يذلوش، مشان يظلهم أقوياء بتتخذوا أولياء. فإذا أنت ما بتتخذ ولي إلا غالبا تقصد يعني تدعم حالك. ها الله له أولياء بس مش من الذل. إذا هو نفى الولد ونفى الشريك ونفى إيش؟ أن يكون هناك أولياء من الذل، لا، أولياء محبة، أولياء قرب، أولياء طاعة، أولياء تقريب، أولياء ذل. الله هو العزيز، كيف أولياء ذل؟ ما هو العزيز، هو العزيز، كيف أولياء ذل؟ ولم يكن له ولي من الذل. إذن ولي من الذل ما فيش. وكبره تكبيرا، عظمه تعظيم، كل ما خطر على بالك فهو أكبر في الصفات وغيره. طبعا الذات، ما هو البشر فيش مجال في الذات، في الذات الربانية يكون عندهم أي تصور، ليس كمثله شيء، لكن في الصفات ممكن يعني يفقهوا مع بعض معاني الصفات، ولكن برضو بظل قاصر الفهم. كبره تكبيرا، وهو أصلا شو معنات الله أكبر؟ هذه مفهوم لا نهائي. شو يعني لا نهائي؟ كل ما خطر في بالك كبير فهو أكبر، كل ما خطر بنتهي لا بنتهيش، شو ما يخطر في بالك كبير فهو أكبر، كل ما يخطر في بالك كبير فهو أكبر. هذا مفهوم لا نهاية، الله أكبر. ويبدو أنه كان ممكن يعني أخيرا، بس بدي ألفت انتباه لشيء سبق قلنا له، أنه هنا انتهت كما تلاحظون، بدأت السورة بالتسبيح وانتهت إيش؟ بالحمد والتكبير. طب الحمد شو هو؟ ما هو أصلا سبق قلنا، إذا بتلاحظوا في عندي مدح وفي عندي شكر وفي عندي حمد. لا شك أنه المدح في الغالب هو أنت بتثني عليه بصفات إيجابية، بس هذه في المدح ممكن تثني عليه بصفات هو ملوش فيها. مثلا نقول فلان مثلا ما شاء الله طويل مثلا، ومين قالكم القصير يعني ملهاش فايدة؟ مش وقته يقعدوا يقولوا لي طويل، ما هو الطويل بتوصل في واحد بتصير سلبي بعدين، مشي. المهم بلاش نجيب اشي ثاني، انه ما شاء الله صاحب قوة عضلات وصحة مثلا، هذا شو له فيها هو تمدح فيه مثلا؟ وممكن انت تمدحه لانه كريم. المدح لانه كريم في القضايا الإرادية هاي هذا اسمه حمد. اذا مين الاشمل؟ المدح اشمل. فاذا كان في القضايا اللي بتصدر منه اراديا فهو حمد، تحمده. اما الشكر بيكون قدم نعمة فبتمدحوا عليها او تحمده، لابد من نعمة تقدمت حتى نقول شكر مثلا، مع انه احنا فصلنا في معنى الشكر. ولذلك انت اذا بتحمد الله يعني تصفه او تثني عليه بما يليق بذاته وصفاته، بما يليق معناته بتسبحه. فبمجرد ما يذكر التسبيح يعرفوا انه يقتضي انك بتحمد فيه. اوضح، اذا اثبتت لله صفات الكمال اعرف انك باثبات صفات الكمال نفيت النقص. حتما ولا مش حتما؟ اذا اثبتت صفات الكمال معناته نفيت ايش؟ فيش داعي اني انفي عنه الان صفات النقص، طالما اثبتت له صفات كمال. لما اقول الله القوي خلص انتهى، فيش عجز. العليم فيش جهل، مش هيك؟ طيب، ولذلك اذا حمدته سبحته. ليش؟ لانه شو في النهايه؟ شو التسبيح في النهايه؟ لذلك بتجدوا الايات حتى تفهموا سر ليش اكثر الايات لما بقول لك تسبيح بالحمد، التسبيح بالحمد، ما هو لانك اذا حمدت خلاص انت تسبح. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. السورة الوحيدة اللي بتنتهي بتكبير اللي بتكون فيها تحقق وعد الآخرة. والآن بدنا ندخل سورة الكهف اللي بتتحدث عن يبدو عالمية ثانية، ثم تأتي سورة مريم التي تتحدث عن المسيح ونزوله وتفاصيل من هذا القبيل، وكله فلسطين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.